لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في نقل لتحضيرات الجلسة السنوية 44 للجماعة الإسلامية الأحمدية في ألمانيا من مدينة كاسلو. ستقام هذه الجلسة وخلفي تماما المبنى المخصص لهذا الحدث. طبعا استلم هذا المبنى منذ تقريبا حوالي يومين وبدأت الفعاليات. نحن اليوم يوم الأربعاء قبل بدء الجلسة يوم الجمعة، والآن سنقوم بجولة لنقل هذه التحضيرات. جلسة سلانا، جلسة سلانا، جلسة سلانا زندباد، جلسة سلانا، جلسة سلانا، جلسة سلانا زندباد. خلفي تماما البوابة الرئيسية لاستقبال ضيوف الجلسة. تعالوا معنا نشاهد التحضيرات داخل المبنى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بعد نقطة تسجيل الدخول هناك نقطة التفتيش لإطمئنان على أمن الضيوف. هنا كما تشاهدون الماكينة لوضع الحقائب وكل الأمتعة. الجميع يجب أن يمر من هذه البوابة، وطبعا البوابة أعطت الإشارة لأنني أحمل المايك، وعلى السكيورتي الآن أن يفتش. السلام عليكم. جلسة سلامنا، جلسة سلانا، جلسة سلانا زندباد. السلام عليكم. معنا الأخ ظافر أحمد، هو طالب في الجامعة الإسلامية الأحمدية في ألمانيا، أتى لخدمة ضيوف الجلسة. هل لكم أن تشرحوا لنا ما هي مهمتكم في هذه الجلسة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ بضعة أيام نحن هون جئنا بمجموعة طلاب أحمدية من الجامعة وقمنا بأعمال شتى. أنا عملت مثلا في مخزن هنا، وكان عملي هو فرز الأغراض في أدراج وأخذ مطلوبات من جميع أقسام هنا في الجلسة السنوية هنا. في بعض الأحيان أقوم بنوبة ليلية، وعمل هنا إشراف على جميع الأغراض هون هنا. فهذا فعلا، وكذلك جهزنا قاعات يعني قاعة النساء جهزنا، وكذلك رتبنا من كراسي وطاولات، فتشرفنا بهذه الأعمال أثناء تجهيزات الجلسة السنوية هنا. جلسة سلانا، جلسة سلانا، جلسة سلانا زندباد. هنا القاعة الرئيسية حيث ستقام فعاليات الجلسة. هذه القاعة للرجال وهناك واحدة أخرى للنساء. جلسة سلانا، جلسة سلانا، جلسة سلانا زندباد. السلام عليكم. معنا الأخ ماهر معاني، عربي مقيم في ألمانيا. هل لكم أن تشرحوا لنا ما هي مهمتكم في هذه الجلسة؟ طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى إن المهمة التي نقوم بها في الجلسة هي خدمة ضيوف المسيح الموعود عليه السلام من عرب وغير عرب. نحن نقوم على تأمين أقصى سبل الراحة للإخوة الضيوف في جو من المحبة والمؤاخاة والتعاون بين جميع الإخوة من كافة الجنسيات. طبعا نسعى ونحرص على أن ينال الضيوف أقصى درجات الاهتمام في جو مفعم من الروحانية والمحبة. طبعا الخدمة هنا لا تقتصر على كبير أو صغير، الخدمة هي تنبع من سعادة قلبية من جميع الإخوة الأحمديين. الحمد لله في كل سنة، وهذه لي أنا كتجربة شخصية سنة الرابعة على التوالي، في كل سنة تزداد خبراتنا ويزداد العدد، عدد الضيوف، والكثير من الضيوف بدون سعادتهم عما شاهدوه ويشاهدوه في الجلسة السنوية. جلسة سلانا، جلسة سلانا، جلسة سلانا زندباد.
السلام عليكم. معنا محمد عطاء القدوس، مسؤول مشتريات لتحضيرات الجلسة. هل لكم أن تشرحوا لنا ما هي مهمتكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شكرا لمنحي هذه الفرصة. أنا مسؤول عن إدارة أمور الجلسة من الألف إلى الياء، وكل ما تحتاجه الخيم هو من ضمن مهامي. فنشتري هنا الكثير من المواد، وسأعطيك بعض الأمثلة. مثلا السور، نشتري سور بطول أكثر من 10 كيلومتر، أو بالأحرى نستأجره، ونشتري الماء أكثر من 220 ألف لتر من الماء، وهذه المياه للشرب فقط، أما المياه للاحتياجات الأخرى فأمرها مختلف. كذلك جميع المواد التي نحتاجها في الجلسة، بدءا من عربات النقل الصغيرة والسيارات المستأجرة وجميع المعدات التي نستأجرها من مختلف الشركات، فأنا أقوم بذلك وفريقي مسؤول عن ذلك. التحديات التي نواجهها في الجلسة، هناك على سبيل المثال أحوال الطقس، فبحسبها يجب أن نقوم ببعض التدابير. فإن كان الطقس حارا جدا علينا شراء المزيد من الماء. جلسة السنة في تموز والطقس حار جدا، لذلك سنواجه بعض التحديات مع مكيفات الهواء، وقد استأجرنا الكثير منها، ونحتاج للعديد من المراوح من أجل راحة جميع المتواجدين في الخيم والقاعات. الحمد لله، بالنسبة للجلسة السنوية كما تعلمون تلقى حضرة المسيح الموعود عليه السلام وحيا يقول: وسع مكانك. وما رأيته وأنا أقوم بهذه الخدمة منذ 10 سنوات أننا نتوسع ونكبر عاما بعد عام، والحمد لله. فعلينا إدارة ذلك بطريقة احترافية، ونحن نتقدم ونرى بالفعل تحقق هذه النبوءة: وسع مكانك قلبا وقالبا وفي مختلف الأمور. فكل ما نشتريه مختلف، وسأعطيك مثالا واحدا فقط. نحن نستأجر هذه الخيام من شركة بعينها، وقد كانت صغيرة جدا آنذاك، والآن بحسب قول صاحبها قد كبرت جدا بسببنا، واشترى 3 شركات أخرى لتأمين احتياجاتنا. He has grown so big because of us. He has bought other 3 companies to manage our needs. وما هي أمنيتكم في السنوات القادمة؟ أتمنى للجميع جلسة سعيدة ومباركة، وأن يستمتع بها الجميع، وأدعو الله أن يمكننا من الالتزام بتوجيهات أمير المؤمنين، وأن تكون جلسة رائعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نحن اليوم يوم الخميس قبل موعد الجلسة بيوم واحد، ما زالت التحضيرات للجلسة قائما العمل على قدم وساق، وكما تشاهدون خلفي منطقة المعارض ما زالت التحضيرات الأخيرة لهذا العمل. جلسة سلانا جلسة سلانا زندہ باد.